رامي؟ أزعل منك ليه يا حسونة؟ عشان يعني سألتك إذا كان السرطان ماضي ولا لأ؟ لأ يا حسونة، أنت كنت عايز تعرف وأني رديت. مش عاوز تلعب؟ ماني بلعب، ركبوا المرجحة دي مخصوص عشاني. والمرجحة دي مش بتتعبك؟ أني آسف آسف. على إيه؟ مس ابتهال قالت لنا ما نسألكش أسئلة كتير عشان ما تتضايقش. أني مش متضايق يا بكار، أني عارف أني عيان والدكتور فهمني الحالة بتاعتي، وأني مش زعلان خالص. المرجحة مش بتتعبني لو استخدمتها بشويش. الحمد لله أني أحسن من الأول. أقول لك حاجة؟ قول. أني بكتب كل الحاجات اللي بتحصل. مذكرات يعني؟ تقريبا، الدكتور قال لي أعمل كده، كل يوم بكتب كل حاجة بتحصل عشان أرجع أقرأ تاني وأشوف حالتي بقت عاملة إزاي. الحمد لله أني بتحسن على فكرة. طب ممكن أقرأ المذكرات دي؟ هبجدها لك بس لما أخلصها الأول. طب تعالى يلا أقف جول. لا مش للدرجات دي يا حسونة. كده؟ طب هات لفة بالمرجيحة. انت عايزني انزل العب عشان تتمرجح انت شويه؟ ودي عاوزه سؤال. طب تعالى يا حسونه. جميلة، انت فنان. شكرا. دي هدية لمين بقى؟ لرامي. اكيد هيفرح بيها. هو رامي عيان ليه يا امي؟ معرفش يا بكار، بس اهله ودوه مستشفى في القاهرة ورجع منها وبقى احسن. اني هعدي عليه وانا رايح المدرسة الصبح واديله الهدية. بالليل ونقلوه على المستشفى في القاهرة. بكار مالك؟ زعلانة عشان رامي، أني كنت جايب له الهدية دي. معلش، ربنا يشفيه. في حد بعت لك دي، ابقى بص عليها. طيب.